طابت أوقاتكم، السلام عليكم. رابطة المحترفين توزع 6 ملايين على أندية جميل قبل مأزق الكعكة الكبيرة. من أين بدأ وكيف صبر حتى أصبح واحدا من ألمع نجوم الدوري السعودي؟ العصامي شايع شراحيلي يحكي الحكاية. مدرب اتحاد جدة للعربية: الفريدي موهبة عالية وأحتاج لاعبين خبرة يدعمون النمور آسيويا. ناد لعب في كل الدرجات في السعودية ولاعبوه لا يعرفون مقره، أندية الظل. بعد إقالته جوران للعربية: الاتفاقيون متشابهون ولا أعرف كيف يخسرون بأربعة في ربع ساعة. أهلا بكم. أودعت رابطة دوري المحترفين السعودية 6 ملايين ريال سعودي في حساب أندية الدوري الممتاز بواقع 356,000 ريال لكل ناد، وهي عبارة عن الدفعة الشهرية المستحقة على الرابطة للأندية حتى نهاية شهر يناير. يذكر أن حصة الأندية قد شهدت خلافات بين أندية الدوري والرابطة بداية هذا الموسم. 140 مليون ريال إجمالي عائدات عقود الرعاية والنقل التلفزيوني لدوري المحترفين السعودي في الموسم الحالي. أكثر من نصف هذا المبلغ أخذ طريقه بالفعل إلى حسابات أندية البطولة خلال الأشهر الأخيرة. في الفترة ما بين أغسطس 2013 ومايو 2014 تغذى أرصدة الأندية عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين على 10 دفعات، 7 منها بالفعل أودعت في حسابات الأندية حتى الآن، أخرها دفعة الشهر الحالي والتي بموجبها حصل كل ناد على 356,572 ريالا سعوديا بالتساوي، بالإضافة إلى 1,000,000 ريال مناصفة بين ناديي النهضة والعروبة والتي تشكل الدفعة الثانية والأخيرة من مكافأة الصعود. وبذلك يصل إجمالي ما تم دفعه للأندية إلى 78,672,000 ريال من حقوق عقود الرعاية والنقل التلفزيوني. 62 مليون ريال ما زالت تنتظر الأندية والأندية تنتظرها لتوزع عليها خلال ما تبقى من الموسم، حيث من المقرر أن تصرف على 3 دفعات أقربها منتصف مارس القادم ثم منتصف أبريل والدفعة الأخيرة بنهاية الموسم. قيمة كل منها حوالي 350,000 ريال توزع بالتساوي لكل ناد. أما الجزء الآخر فسيتم توزيعه بنهاية الموسم بناء على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم حسب المراكز التي تحققها الأندية، بحيث يحصل صاحب المركز الأخير على 450,000 ريال ويتزايد الرقم صعودا بنفس المبلغ، حيث يحصل من سبقه على 900,000 ريال والمركز الثاني عشر يحصل على 1,350,000 ريال، وهكذا يتصاعد المبلغ وصولا إلى البطل الذي سيحصل على 6,300,000 ريال. معين السواري، العربية. على الهاتف عن هذا يلتحق بنا ياسر المسحل المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودية. سيد المسحل أهلا بك معنا. أريد أن أسأل أولا، يعني في مثل هذه التوزيعات ألا ترى بأنه يعني في ملاحظة بس دقيقة أنه مكافأة الهبوط مثل الصعود تعطى الآن لفريق قد يعود إلى الدرجة الأولى، أليس من الأولى أن تقدم لها مبكرا؟ حياك الله اخي بثان. اهلا وسهلا. بدون شك كان المفروض هي اسمها مكافأة صعود، فيفترض انها نعم تصرف خلينا نقول في بداية الموسم، ولكن عشان يستفيدون منها. صحيح، اللي حصل انه صرف نصف المبلغ تقريبا في بداية الموسم، وتم صرف المبلغ الباقي الان اللي يعتبر تقريبا في خلينا نقول بعد منتصف الموسم. هذا الامر راح يتم تدارك ان شاء الله من بداية الموسم القادم، ولكن كان مرت في بعض الظروف وبعض خلينا نقول التغيرات في نسب التوزيع وهذا اللي صار، ولكن من بدايه الموسم القادم ان شاء الله هذه المليونين ما لها علاقه في اي توزيعات، هذه مقطوعه لكل نادي يصعد، تكون مليون لكل نادي يصعد اللي هم نادي يصعد. نعم يعني التاخير مش مبرر بخلافات التقسيم السابقه. لا هو ما له علاقة مباشرة، ولكن صراحة تعرف السنة هذه أول سنة مع
الشريك الاستراتيجي شركة عبد اللطيف جميل، والحقيقة يعني احنا ممتنين كثير لهم وباقي الرعاة. ولكن كسنة أولى كان في بعض يعني تدفقات، التدفق النقدي كان في بعض الترتيبات، ويعني هذا اللي سبب التأخير، ولكن منها الحمد لله أنه صرفت. يعني بعض المؤسسة القديمة السابقة بعض الأحيان كانت مكافأة الصعود تتأخر وقت أطول من كذا، فإحنا نعتبر الآن يعني بوضع أفضل. ولكن زي ما ذكرت لك بداية الموسم القادم الصاعدين راح يكون إن شاء الله استلامهم المكافأة طعمها يكون أفضل لما تكون وقت نعم. الصعود وليس في منتصف الموسم. صحيح، وتساعدهم على استعداد للموسم مع الكبار. طيب، هل لديكم أي مآزق مع يعني في تدفق المال من جهة الشريك ولا من جهة الاتحاد السعودي ولا من أي جهة بالضبط؟ لأنه التأخيرات، بس معليش أوضح لك نقطة، كثير من رؤساء الأندية بالذات الأندية الصغيرة ماديا هم يرسمون أو يجدولون رواتب لعيبتهم على هذه المكافأة التي تصل لهم، ويحدث التأخير فتجي لجنة الاحتراف تقول ما نسجل لكم لأنه في لاعب مشتكيهم. طيب، في الأول والأخير أنتم المتسببين. يعني احنا ما يكون سبب رئيسي في هذا اللي احد الاسباب، ولكن خليني اعطيك مثال. فتره التسجيل الماضيه الشتويه تم يعني في تقييم بدايتها صرف مبلغ 1,000,000 ريال لكل نادي يعني تسهيل امور الانديه، لانه نحن نعرف انه الانديه تعاني ماديا بشكل كبير. من ناحيتنا احنا يعني تسلسل الدفعات يمر بعده مراحل، وكل مرحلة تأخذ عدة أيام، فبعض الأحيان يعني تعد الأندية أنت بتاريخ معين ونواجه بتأخير يعني يتراوح بين تقريبا أسبوع إلى أسبوعين. ولكن كل هذه الأمور حقيقة نحن نعتبرها سلبية، نحس ونشعر بمعاناة الأندية ونبغى نلتزم بالتاريخ اللي يتم إقراره من قبل الإدارة. ما يخفيك أخوي بتال، الموسم الماضي حدثت فيه بعض الخلافات على نسب التوزيع وهي معروفة للجميع، وهذه سببت شوي أيضا يعني ما تزال يمكن لا الحمد لله انتهت بعد القرار الأخير اللي أقر من قبل مجلس الإدارة بإقرار التوزيع 80% بالتساوي وال 20% حسب المراكز فقط لهذا الموسم. الحمد لله انحلت المشكلة، والآن مجلس إدارة الرابطة بصدد ترتيب لعقد اجتماع في الفترة القريبة القادمة وضع الخطط خلينا نقول الموسم القادم بإذن الله. جميل. طيب، سؤال خارج المواضيع المالية، متى سيصدر دستور الرابطة؟ والله دستور الرابطة مفروض أن المسودة خلينا نقول الأولية تقريبا شبه جاهزة. إحنا ننتظر أيضا في مسودة أو خلينا نقول النظام الأساسي للرابطة. أيه. يعني هو الدستور بشكل كبير. أيه الدستور يعني يعتمد بشكل كبير على النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم. في هناك تحركات من قبل لجنة في الاتحاد السعودي لإعادة أو تعديل بعض المواد التي تخص الاتحاد السعودي، فهذا يمكن خلانا يعني شوي ننتظر إلى ما تتم الإعلان النهائي للنظام الأساسي الاتحاد السعودي، وسيتم في القريب العاجل توزيع المسودة الأولية لأعضاء مجلس الرابطة، من ثم تعديلها إذا كان في ملاحظات، وبعدها تقرر من قبل الاتحاد السعودي. بنهاية هذا الموسم يفترض أنها تكون منتهية وجاهزة بإذن الله. جميل، هل سيتم التصويت عليها في مجلس الرابطة؟ والله هذا الأمر حيكون متروك يعني لاجتماع مجلس الإدارة، لكن بدون شك لن يتم إقرارها إلا بموافقة من مجلس الإدارة. إن كان فيه هناك خلافات أو اختلاف وجهات النظر سيتم البحث في آلية كيف سيتم حلها، ولكن بالنهاية مهما حصل لابد أنه يعتمد هذا النظام من قبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي في كل الأحوال. شكرا جزيلا ياسر المسحل المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودية، شكرا جزيلا.
وهذه وقفتنا الأولى، نتابع بعدها حلقتنا وفيها مدرب اتحاد جدة قبل المعترك القاري للعربية: الفريدي موهبة عالية وأحتاج لاعبين خبرة يدعمون النمو آسيويا. وشرحيلي يحكي للعربية قصة البدايات وحتى نجومية الموسم السعودي الجاري.